أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تفاقم الأوضاع وتزايد الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. وذكر المكتب أن 15 مخبزا فقط ما زالت تعمل في قطاع غزة، فيما لا تعمل أي مخابز شمال وادي غزة. وذكرت وكالة أونروا أن تعطل تلك الخدمات يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة والتواصل مع المسعفين، كما يعرقل الاستجابة الإنسانية.